أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هناك رجل أخذ مبالغ من الناس من أناس عدة ولكن من دون علمهم وموافقتهم، وهو الآن نادم على ذلك، ولكنه لا يستطيع إرجاع الأموال إلى أصحابها، علما بأن مجموع الذي أخذه 25,000 ريال، فماذا يفعل؟ باقي في ذمته، حقوق الناس ما تسقط إلا بأدائها لهم أو بمسامحتهم، وإلا فهي باقية في ذمته، فعليه أنه يعمل ما يستطيع من إرجاعها أو طلب المسامحة منهم. نعم.